اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو جديد عامل معاكم تتبيله كده حلوه للفراخ، اللي هي يعني هعمل فراخ بالبصل المكرمل كده. معايا هنا بصلتين كبار قطعتهم، وكمان معايا يعني فلفلايه حاره كده خدت نصها، اللي هي شطه خدت نصها حاره يعني، قطعتها برضو معاها. ومعايا التوابل بقى، التوابل اللي انت حابه تحطيها حطيها. انا حاطه ملح وتوابل فراخ، كمان شويه كزبره، توم باودر وبصل باودر، ومعلقه سماق كبيره، وفلفل اسود، وحبه كاري. تمام اهم بالشكل ده. معايا هنا كمان نص كوبايه طماطم مفرومه، او تعملي تحطي معلقه صلصه. هنا كمان معلقة عسل، لو عندك عسل اسود حطي، عندك دبس رمان حطي، بس انا ما عنديش، حطيت عسل ابيض. هنا كمان معلقتين خل كبار، وكمان هعصر ليمونتين كبار بالشكل ده. الليمون والخل ودبس الرمان بيعملوا لها مزازة، بيخلوا طعم الفراخ في حتة تانية. اهي بقول لكم ان انا عامله ليمونتين كبار، يعني كل ما تكتري الليمون في الفراخ، في توابل الفراخ، بتبقى التوابل احلى، يعني بتبقى طعم الفراخ احلى. مع السماق برضو بيعمل مزازه، فبتبقى طعمها حلو. بقول لكم هفركها في بعضها وارجع لكم. هنا بعد ما فركتها كده دعكتها في بعضها بالتوابل، هحط برضو عليها الطماطم. عندك معلقه بتاع صلصة، حطي معلقة صلصة كبيرة. هنزل بقى بالفراخ واعملها اتبلها مع بعضها. هنا مش هحط ولا نقطة مية، خلاص حطيت الخضار كده وهسويها زي ما هي. تلفيها بقى وتغطيها بغطا بورق بتاع اللي هو الورق الحراري السلوفان، وحطيها في الفرن. تمام، او ممكن تعمليها على النار زي ما هي كده، تحطيها على النار شوية وبعد كده دخليها تحت الشواية. بس طبعا لما بتكون مستوية تحط نية في الفرن بتبقى احلى. انا كده خلصتها، هدخلها الفرن ولما تخلص نوريها لكم ان شاء الله. بقولك يعني كده، بقولك حطيها على البوتاجاز او ممكن تحطيها في الفرن زي ما انت حابة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كده بعد ما خلصت معايا، عايزه اقول لكم البصل طعمه خطير معاه. ايه بالشكل ده، جربيها بالطريقه دي هتعجبك بجد. يلا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي وصفتنا. يا رب نكون دايما خوف عليكم، ونشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.